سؤاله كيف بتعالج الاحتكاك؟ هذا معناته خليه بالاخير اذا صار لنا مجال، لانه هذا موضوع طويل، هذا بده حكي كثير. بالضبط، فبنخليه لبعدين اذا صار في معنا مجال. تفضل دكتور اسعد، بامكانك. اوكي، ناو ني سبورتس ريليتد اكيوت انجريز سيرجيكال تريتمنت. احنا بنعرف انه ممكن يكون عندنا فراكتشرز، يكون عندنا كوندرال ليجنز، اوستيوكوندرال فراكتشرز، منيسكال تير، ACL injuries, ligament injury, and patellar dislocation. These are common in sports-related activities. لكن the most common اللي حكي طبعاً patellar dislocation. لكن the most common اللي هي المينيسكال تير والليجمنت injury. الآن الانتراارتيكولار فراكتشرز إحنا حقيقة مهم جداً الاناتوميك ريدكشن لهم، وهذولا عادة إحنا نعملهم emergency. يعني once the patient is ready for operation, we have to do it. بنعمل anatomic reduction، لازم يكون عندنا anatomic reduction للفراكتشر، لأنه هذا this is the articular surface ولازم نحافظ على smoothness of the articular surface. فهذا طبعا الآن ممكن حقيقة بمساعدة السكوب أو المنظار بحيث نتأكد أنه رجعنا سطح المفصل بشكل كويس. وإذا كان طبعا في عندنا osteochondral fractures أو defect should be grafted. فهنا بنفرجي كيف الخطوات اللي بنعمل بمساعدة السي آر مع الأرثروسكوبي، يعني هذا هو السكوب هون، وهدول بنفتح ويندو صغيرة في العظم، بنرفع الأرتيكولر سيرفيس بمساعدة طبعا المنظار ومساعدة الأشعة، وبعدين بنثبت هاي الكسور وبنعمل الجرافتينج. شو المهم هون؟ لما إحنا بنثبت وبنرفع الأرتيكولر سيرفيس، هذا مهم في الريهاب بعد العمليات. إحنا ما بدنا المريض يعمل ويت بيرينج عشان ما يصير يعمل ديبريشن للأرتيكولر سيرفيس. مشان هيك هدول الارتيكولر فراكتشرز مهم الايرلي موشن، مهم فيهم جدا الايرلي موشن عشان ما يصير ستيفنس، وبنفس الوقت مهم انه نتجنب الايرلي ويت بيرنج عشان ما يصير ديبرشن للارتيكولر فراكتشر. طبعا هاي الصور من العمليات، شو قديش سوفيستيكيتد، يعني تحتاج فاسيلتيز هذه العمليات. هنا يعني انترا ارتيكولر فيو بالمنظار، تلاحظوا هون الديفكت، ملاحظين هون كيف الارتيكولر سيرفيس ديبريزد نازل لتحت. الآن هون بعد ما عملنا ريدكشن، لاحظ كيف رجع الارتيكولر سيرفيس. طبعا هاي فائدة المنظار في علاج هاي الكسور، انه نتأكد من ريدكشن بشكل كويس. الاوستيوكوندرال ديفكتس طبعا مهم، احنا حكينا اصلا الكونتاكت، اذا بتتذكروا السلايدات الاناتومي، الكونتاكت بتوين ذا تو ارتيكولر سيرفيس ايش مالهم؟ قليل، والمينيسكس هو بيزود لنا ذس الكونتاكت. فمهم انا احافظ على الارتيكولر سيرفيس، فاي ديفكت شود بي ايش شود بي ديلت ويذ. واحنا هلا بنعملهم اوستيوكوندرال جرافت، اذا بتلاحظوا هون بنعمل جرافتنج، ترقيع لسطح المفصل. الان الباتيلر ديسلوكيشن، ذس از يعني تيبيكال كيس، بيجون عاده ادوليسنت، بيكون عندهم تويستنج، بتكون الرجل ثابته على الارض، هو الشخص بلف بالاتجاه الاخر، يعني ركبته اليمين ثابته بيعمل تويست لليسار. هذول اذا كان عندهم خاصه ادوليسنت فيميل، بيكون عندهم ليجامنتس لاكسيتي، فبيكونوا عرضه اكثر للديسلوكيشن. فهي تيبيكال كيس، عمرها 13 او 14 سنه، عملت تويست وصار عندها هاي الانجري. الان اذا بتلاحظوا بعد هاي الانجري بصير سويلنج، لانه ذيس از باتيلر ديسلوكيشن، ذيس از سيجنيفيكانت انجري، بصير عندهم بليدنج. وبنفس الوقت اذا بتلاحظوا هون الصابونه لما بتخلع بتخبط العظم هون اللاترال كوندايل وبترجع. ف this is not only ligament injury, there is ligament, there is capsular tear, retinacular tear, and also there is a contusion of the bone. ف this is not only a single tissue injury. الان الباتيلا بشكل عام هي عرضه للديسلوكيشن في البنات، واحنا بجوز عرضنا انه في الدراسه كانوا الباليه، حكيت انا علقت على هالموضوع بسبب ليجامنتس لاكسيتي. عشان نعرف ليش بتخلع لازم نعرف شوي اناتومي، حكينا على التروكيولار جروف، وهذا بيعطي ستابيليتي الدبث تبع الجروف. الام بي اف ال الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت هون، وهذا بيعطي طبعا البرايمري ستابيليتي في الفيرست 20 to 30 degree of flexion. لأنه لما بنعمل more flexion الباتيلا بتعمل engagement في التروكيولار جروف، فبصير عندها ايش؟ بصير في restraint against dislocation. بس قبل ما تعمل engagement بالجروف بتكون عرضة انها تخلع. شو اللي بحافظ عليها بحميها انها ما تخلع؟ ال MBFL. So it's the primary stabilizer في early degrees of flexion.
بالإضافة دائماً دائماً بنأكد دور الديناميك، الديناميك ستابلايزر اللي هو الفاسس ميديالس أوبليكس. الديسلوكيشن إما بيكون تروماتيك أو أتروماتيك. الإتيولوجي حكينا إنه ممكن يكون له علاقة في الليجامنت لاكسيتي، بس ممكن يكون علاقة في العظم. وإحنا كثير هدول المرضى اللي عندهم مالتيبل أو ريكيرنت ديسلوكيشن بنلاقي عندهم بوني ديفورميتي، يعني تروكيلر ديسبليزيا، عدم اكتمال نمو والتجويف للصابونة، الباتيلا ألتا بتكون عالية، فمشان هيك ما بتعمل early engagement، فبتكون عرضة أكثر إنها يصير فيها dislocation، المال alignment، الروتيشنال، الجينو فالجس لما يكون عندنا deformity، أو لما يكون الكيو أنجل عالي، وخاصة عند البنات. إحنا نعرف الكيو أنجل اللي هو line of pull of the quadriceps مع line of pull of the patellar tendon، كلما زادت هاي الزاوية بيكون الفيكتر باتجاه اللاترال. فالميل اعتقد الكيو انجل عندهم 13 الافريج، الفيميل 15 تو 18 ديجري، فبيكون هم عرضه اكثر البنات للديسلوكيشن كمان لانه الكيو انجل بتكون اعلى. اللي حكينا عن الليجامنتس لاكسيتي وعلاقتها بالمور ريسك اوف انجري، خاصه كمان في الباتيلر ديسلوكيشن. واكيد اذا في عندنا ويكنس للديناميك ستابلايزر هذا بيخليهم عرضه اكثر، يعني اذا adolescent female بتعمل رياضة فيها تويست أو بالي أو جيمناستيك، فأكيد أكيد عندها ligament laxity لازم نركز على dynamic stabilizers. So in MRI studies في عنا more than يعني around 60% of patient عندهم multifactorial، تلاقي عنده ligament laxity مع trochlear dysplasia أو rotational في البون أو high Q angle، فبكون عندنا عوامل متعددة. وهي إحنا حقيقة مهمة إن في اتخاذ القرار، يعني not only to do MBFR reconstruction، يعني مش كل مريض عنده الصابونة بتخلع بس نعمل له ligament reconstruction. الآن نأخذ هنا مثلا مثال، this is a case of traumatic dislocation on playing football. First time dislocation وبعديها ضل يشعر انه it gives way, it subluxes بتتحرك من مكانها. الان عمل علاج طبيعي وvastus medialis obliquus strengthening exercise الى اخره وstill complaining. هاي الحالة احنا طبعا بنقرر انه نعمل عملية. شو العملية؟ ومهم انا حاب اعرض لكم العملية عشان بدي هاي الفجوة تروح ما بين الجراح والمعالج، لانه احنا الان لما بنعمل عمليات، لما انا بعمل فيكسيشن وفي خيوط، اذا انت عارف انا شو عامل معناته بجوز تفهم البروتوكول تبع التاهيل احسن. من ناحيه احنا دائما بنسميه في سباق ما بين الهيلينج وما بين الفيلر والفانكشن، فانا بدي يصير الهيلينج قبل ما يصير فيلر. يعني اي خيط تحطه ضلك شد عليه شو بده يصير فيه؟ شو بده يصير يا هادي؟ بده يقطع. مشان اذا ما صار هيلينج وات ايفر يو دو ات ويل فيل. احنا ما بدنا يصير ايرلي فيلر للفيكسيشن قبل ما يصير هيلينج، وهي المشكله. لانه احنا از ا سيرجن بدنا انه السكسس لعمليتنا، حتى لو تاخر الفانكشن بدي سكسس للعمليه. المعالج بده جود فانكشن وبسرعه، اللاعب بده التنتين، بده سكسس وبده ايش وبده يرجع بسرعة للعب. فإحنا مهم نعرف شو العملية اللي بتنعمل عشان نعرف كيف نتعامل معها ونقدر نفهم أكثر بروتوكولات التأهيل. فمثلاً هون إحنا بنعمل اللي بنسميه MBFL reconstruction، بناخد الجراسيلا ستندن، بنعمل له تراك مش سبكتينس، طبعاً مهم يكون تحت الريتيناكيلم، وبعدين بنعمل الخيوط وبنثبت الأنكرز، الأوتاد اللي موجودة في البون. في عنا أنكرز بتدخل غرزة جوا العظم وطالع منها خيوط، وبعدين بنعمل fixation of the tendon to the anchors اللي هي موجودة على الباتيلا، وبنعمل passing للجرافت ضمن التراك تبعها. الآن إذا هي ثابتة من هون بإيش؟ بخيوط ماسكة على العظم، وهون رح نعملها تراك، رح نعمل تراك هون ونمرقها من العظم عشان يصير نعملها fixation هون. بعد ما ندخلها في قناتها في العظم بنعمل fixation by شيء بنسميه interference screw. الآن إذا بتلاحظوا الجرافت ممسوك من هنا في برغي رح يكون، وممسوك هنا بخيوط. بهمنا إحنا في early rehabilitation إنه ما يصير load على الجرافت، ما يصير load على هذه الخيوط قبل ما يصير هيلينج، وإلا إيش المشكلة راح يصير؟ فيلر، صحيح؟
بالضبط. فهي مهم، انا حبيت نحط فيديوهات تعرفوا احنا ايش نعمل عشان يكون التعامل مع بروتوكولات التاهيل عن معرفه شو بيصير جوا العمليات. وانا حقيقه اللي خلاني يعني اعمل هيك، احنا عندنا معنا رغد بجوز هي سامعتني، حضرت معنا عمليات وكثير كان فرق حقيقه لقراءتها للبروتوكولات التاهيل لما شاهدت العمليات. مشان هيك قررنا انه نحط يصير شيرنج للنولج، نحط لكم عمليات احنا كيف نعملها عشان تفكروا بطريقه اقرب للواقع لما نتعامل مع هذول المرضى. الان هذا المريض طبعا هون بعد العمليه اذا بتلاحظوا النورمال سايت فيها شوي لاكسيتي، احنا معنيين دائما نحافظ على السيمتري، يعني ما نعملها تايت، لازم دائما يكون ستيبل بس نوت تايت، لانه التايتنس راح يعمل ستيفنس وراح يعمل ليميتيشن اوف موشن. وهذا مهم حقيقه، يعني انتم لما بتعملوا تاهيل لمريض عامل ليجامنت ريكونستراكشن وتايت ستيف معناته في مشكله، قد يكون الجرافت تايت، مشان هيك لازم تتاكدوا من هاي المساله. اوكي، هلا في عندنا الانجري تو ذا اكسترنال تو ذا اكستنسر اباراتس، يعني الكوادريسبس، الباتيلا، الكوادريسبس تندون، الباتيلا، الباتيلر تندون. This is another type of injury involving the knee. واذا احنا مشيناهم هيك، باتيلر تندون افولجن فراكتشر، باتيلر تندون تير، باتيلر فراكتشر، كوادريسبس تندون. انا رتبتهم بهالترتيب لانه الايج، الادوليسنت بتلاقي عندهم اغلب الوقت افولجن فراكتشر، اليونج ادلت بتلاقي عندهم بصير باتيلر تندون رابتشر او باتيلر فراكتشر، الميدل ايج بكون عندهم اكثر عرضه للباتيلر فراكتشر، الكوادرسب الاولدر ايج بكون عندهم عرضه اكثر للتندون رابتشر، فحسب الايج كاتيجوري. طبعا لا شك انه ممكن يصير في اي عمر. الان المهم في الموضوع ايش اللي انا بدي اوصله حقيقه رساله، وخاصه للي بيعطوا انجكشنز، انه المرضى اللي بيجوكوا عندهم جامبرز ني او عندهم كوادرسبس تندينوباثي، بليز دونت جيف ستيرويد. يعني ستيرويد احنا از ا سيرجن الكورتيزون نعطيه في هاي الحالات نادر جدا، وفي يعني كرايتيريا معايير انه امتى انا اعطي، بس ما بيصير انه نعطي لاي واحد. السبب انه هذا المريض مثلا اجاني بعد ستيرويد انجكشن، لاحظ رابتشر الكوادرسبس تندون، الكوادرسبس رابتشر وعملنا له ريبير بعد ستيرويد انجكشن. فالستيرويد انجكشن انا بعتقد لازم نعمل كثير عليه ليميتيشن ونحدد الحالات اللي فعلا انه نعطي لهم. يعني الكوادريسبس انا ما بعطي، الباتيلر تندون ما بعطي، التندو اخيلس ما بعطي ستيرويد انجكشن بيكوز اوف هاي ريسك اوف فراكشر. ناو نروح على المينيسكال تير. هذا الصوت من عندنا ولا من عندكم؟ اوكي، المينيسكال تير سباي موديل، في عندنا تروماتيك اللي بيصير عند اليونج اغلب، وفي عندنا ديجنريتيف اللي بيصير عند الالدر. اللي احنا موضوعنا عن اليونج بيشنت اللي بيصير عندهم خاصه تروماتيك مينيسكال تير، حقيقه هو ذا موست كومن انديكيشن فور ني سيرجري بالنسبه لنا. اغلب عملياتنا هي المينيسكس وبعدين الاي سي ال في الني وبعدين الارثروبلاستي، الان هي موست كومن انديكيشن. هاير طبعا الانسيدنس اوف مينيسكال تير اعلى في الاي سي ال ديفيشنت ني، لما يكون في عندنا اي سي ال كرونيك اي سي ال رابتشر بيكون عرضه اكثر لحدوث التمزق. بجوز هاي شرحناها لما حكينا على الاناتومي انه له دور از سكندري ستابلايزر. الميديال مينيسكس از مور كومون ذان لاترال، لكن اللاترال مينيسكس انجري از مور كومون ان اكيوت اي سي ال انجري. يعني اذا كان عندنا اكيوت اي سي ال انجري بنلاقي انه اللاترال اسش كومبايند لاترال مينيسكال تير اكثر من الميديال مينيسكال تير. السؤال دائما is it displaced or undisplaced، وهذا اللي طرحناه سابقا. اذا بتلاحظوا هون this is MRI for meniscal tear، ملاحظين هذا الجزء يوسف؟ معنا يوسف؟ معك دكتور، تفضل. ملاحظ هذا الجزء هون؟ احنا على فكره انا بعتقد يعني مهم انه خاصة اللي بأهله كثير اني يكون عندهم قدرة انهم يقرأوا الامراي، مش خطأ لو هيك يعني بشكل عام. هذا الجزء الاسود الصغير الجزء الداخلي من المنسكس دكتور، ايوه فليبد منسكس تورن وديسبليزد، لاحظ وين موجود هون، موجود هون، نعم داخل المنسكس. لما احنا نشوف هيك غضروف طالع من مكانه اكيد this is indication for surgery، ما لازم نأخر العملية.
الآن في فرق بين الديسبليز وان ديسبليز. شوفوا هون المينيسكس هو يعني هوريزونتال تير ما في ديسبليسمنت، فهدول الحالات المرضى اللي بيجونا وحتى لو كان لاعب مش بالضرورة نعملهم عمليات إذا respond well to conservative treatment. لكن بالمقابل شوف مثلا هذا النوع من التير، هذا vertical tear شايفينه هون vertical، هذا مثلا مهم لأنه هذا عادة بيكون associated with other injuries. إذا تلاحظوا هون أشوف في عنده bone contusion واحتمال كبير يكون عند المرض ACL injury، وبنفس الوقت إذا ما عالجنا احتمال يصير progression للتير ويعمل إيش pocket handle tear ويتحول لهذا النوع من التمزق. الآن في عندنا بعض أنواع التمزق اللي بيكون في displaced مش رايح للكوندايلز. إيش يعني؟ يعني لاحظ هنا المنسكس flipped part بس مش رايح للنوتش. هذا ممكن ما يعملنا extension loss لكن هذا بيعمل chronic pain. لاحظوا هون كيف flipped رح يعمل chronic pain، ومع الوقت إذا ما عالجنا رح يعمل abrasion للارتيكولار سيرفس، يخدش السطح المفصلي، ممكن يعملنا كوندرال ليجنز. عشان هيك احنا المنسكس حقيقه هو مهم لوظيفه الركبه، لازم نتعامل معه. في اغلب الاحيان احنا ايم تو بريزيرف ذا منسكس لانه بنعرف اذا شلنا الغضروف بيكون عرضه اللاعب انه يكون عنده الام مزمنه وريكيرنت بين وفيوجن، او انه يصير عنده اوسيو ارثروسيس يعني اما كرونيك بين أو إنه later on يصير عندهم osteoarthrosis. وكلما كان الجزء اللي انشال من المنسكس أكبر كلما كان osteoarthrosis بيصير في وقت أبكر. دكتور سؤال بس أخلص هاي الحيثية. إحنا aiming to repair the meniscus، وهنا حاعطيكم مثال عن العملية. يعني هذا pocket handle tear، لاحظوا لما رجعنا المنسكس كيف رجع مكانه ملحوظ، ملاحظين هون. وهي التير تمزق، this is vertical tear على طوله. الآن هذا الغضروف أمامي خيارين، يا إما بشيله أو بخيطه، لكن لاحظوا إذا بدي أشيله بدي أعمل مسكوية قديش رح أشيل. It's almost total meniscectomy أو subtotal meniscectomy. ولهذا هدول المنسكس اللي بيكون marginal على الريد زون، إذا بتتذكروها الريد زون اللي في الفاسكولر زون والماتيريال تبع الغضروف كويس مش degenerated، هدول عادة إيش بنعمل؟ بنخيطهم. لاحظين هون بعد ما نعمل refreshment للبيت نعمل مايكرو نسميها فاسكولار شانل عشان تو انهانس هيلينج، وقتها بنخيطهم. هلا لاحظوا هون هاي الخيوط خيط خيطين، وبنروح بالخلف كمان بنعمل سوتشرينج. اذا بتلاحظوا شو اللي ماسك المنسكس مكانه؟ الخيوط. والهيلينج بده يصير ما بين تيشو وتيشو، اذا هذا بده وقت اطول. ولهذا هاي المساله مهمه. اذا بتلاحظوا في بروتوكولات التاهيل راح تلاقوا انه مثلا تاهيل المنسكس ريبير أطول من تأهيل الـ ACL، الـ risk of failure أعلى، الـ return to play أكثر. يعني إذا لاعب الـ ACL ممكن نرجعه للاعب بعد الـ ACL 6 to 7 months، بجوز بدنا إحنا بالمنسكر repair 8 to 9 months إنه نرجعه يلعب safely لأنه risk of failure عالي. وإذا بتلاحظوا هون الخيوط جدا رفيعة، مشان هيك في البروتوكول التأهيل ما لازم نعمل air reloading للمنسكس، ما نعمل full motion أو flexion أكثر من 90 درجة early in the rehab protocol. بعتقد هذا مهم حقيقة في المعرفة كيف نتعامل مع بروتوكولات التأهيل. إذا لاحظوا هون الآن مثلا هاي another case for meniscectomy، لاحظوا هون المنسكس كيف very degenerated إذا ما قررناه في المنسكس اللي هون. فهاي الحالات شو بنعمل؟ meniscectomy. بتلاحظوا مثلا هنا في عندي good part of the meniscus still there، يعني انا ما شلته total، شلت فقط ال unstable ال debride the unstable degenerated meniscus. الان في بعض الحالات احنا بنعمل meniscectomy و repair. شو يعني؟ يعني مثلا هنا غضروف في radial tear extending يعني ممتد من المنطقه اللي ما فيها دم، هذا ما بتخيط، فاحنا بنخيط ال peripheral zone اللي فيه دم وبنعمل partial meniscectomy للمنطقة اللي ما فيها دم. فلاحظوا هون عملنا partial meniscectomy وعملنا repair لل residual meniscus. الآن بعض يعني بعد ما نعمل إحنا repair إحنا نهتم في البيولوجي، فمشان هيك شو بنعمل؟ بنعمل multiple micro fractures على منطقة مش مغطية في cartilage في الجوينت، ثقوب دقيقة في العظم، هذه بتطلع لنا the stem cells which enhance healing. في بعض الأحيان الآن في عنا دراسات إنه بنعمل بنعطي PRP وبلازما which enhance healing of the meniscus.
هلا في الدراسات وجدوا انه لما بنعمل منسكر ريبير مع الاي سي ال ريكونستراكشن السكسس ريت بعلى، يعني النجاح العمليه، لانه هاي الستيم سيلز اللي طلعت من البون تانلز بتساعدنا بتساعد في الهيلينج. مشان هيك احنا صرنا نعمل بالحالات الايزوليتد اللي ما معها اي سي ار ريكونستراكشن صرنا نعملهم اللي هو مايكرو فراكتشرز. الان في عندنا طبعا هذا مهم حقيقه انبه له الروت اوف منسكس، وانا بجوز حكيت انا وهادي قبل فتره عن هذا الموضوع انه كثير مزد مع الاسف بيجونا مرضى للعياده عاملين 20 جلسه علاج طبيعي وعندهم بين وكرونيك بين وريكرنت افيوجن، والريبورت تبعهم انه كاتبين انه ما في تمزق او في تمزق في البوستيرور هول للمنسكس. لا، الروت هو مختلف حقيقه، لانه الروت هو اذا صار سيبريشن ات از من ناحيه بايوميكانيكال وفانكشنال ات از ايكويفالنت تو توتال منسكتومي. يعني المريض اللي عنده روت افولجن، يعني احنا المنسكس لازم يكون ممسوك في الجهتين، فاذا فلت من هون ما راح يشتغل خلص، فا اتس فانكشنالي از توتال منسكتومي. هذول المرضى اللي عندهم روت ريبير شود بي ريبير، يعني لازم نخيطه as soon as possible، في اسرع وقت، لانه اذا اخرناه اغلب المرضى بصير عندهم احتكاك وبحتاج جوينت ريبليسمنت within 3 to 5 years. الان كيف نعمل ريبير؟ اذا بتلاحظوا هون هاي واحد من الحالات اللي احنا عملناها، شوفوا هون الروت اوف منسكس. هلا المنسكس لازم يكون ثابت anteriorly ولازم يكون ثابت في البوستيرور هون. لاحظوا هنا كيف افلزد مشلوع. الان بعد ما احنا نخيطه بنعمل له بون تانلز وبنمرق هاي الخيوط في بون تانلز في البون، وبعدين بنعمل تنشن له. لاحظوا هون بنشده فرجع ثبت. الان اتس فانكشنالي نورمال، لكن هو مشلوع اتس فانكشنالي از ذا بيشنت دوينج هافينج توتال مينيت. هاي الطريقة اللي احنا بعد نرجع المد الخيط من البون تانلز بنعمل تنشن انكر بنثبته بجود تنشن. الان هيك رجع الفانكشن تبع المنسكس. اللي كويس في الروت ريبير انه الهيلينج بون تو المنسكس، يعني احنا متوقع انه شفائه بيكون اسرع من المنسكر ريبير العادي، لانه منسكر ريبير منسكس على منسكس، بينما هنا منسكس تو بون، وحكينا البون هيلينج لا شك انه افضل. الان بدي اخذ رايكم بالنسبه لهاي الاصابه. هذا واحد من اللاعبين عندنا، شو رايكم في هاي الاصابه؟ الان بس بدي اخفف الصوت لانه ناخذها على البطيء. لاحظوا هنا الاصابه، شوفوا اندفاع اللاعب وبعدين شوفوا ركبته كيف صارت. في حد لاحظ كيف صارت؟ الآن what do you think؟ شو نوع الإصابة هاي؟ إصابة بسيطة ولا قوية؟ قوية. أنا قوية دور. نعم. medial meniscus injury. هلا بدنا نشوف هاي الإصابة حقيقة واحدة من ال very complex cases. هلا إذا أنت في الملعب واجيت على هذا اللاعب، هذا طبعا لاعب من شبابنا هون في الاردن، اذا اجيت انت عليه المريض عنده سيفير بين، في عنده ديفورميتي ولاحظتوا كيف الركبه مالت بعد الاصابه، عنده صار ايميديت سويلنج بليدنج ان ذا جوينت، ان ايبل تو موف ذا ني، واكيد ان ايبل تو بير ويت. الان هل في حدا بيفحص الاستابيليتي؟ هل لا. في واحد فكر يفحص الاستابيليتي؟ لا خلص أكيد لا، لأنه هنا لو كان في عنده فراكتر معناته إحنا ممكن نعمل displacement للفراكتر نزيده كمان أو more displacement، وممكن نعمل neurovascular injury. الآن في هاي الحالات please don't test or move the knee. اللي لازم تعمله في هاي الحالات بتحط icing، تحط brace and transport to the hospital، وديه على المستشفى. الآن هذا المريض راح للمستشفى وعملوا له الانيشال مانجمنت وعملوا له ام ار اي ووجدوا عنده اي سي ال تير، عنده اسوشيتد لاترال منسكال تير، وعنده سيفير بون كونتوجن. لما احنا اجانا للعياده لقينا عنده شيء مزد، وهذا اللي كنت احكيه انه لازم اي جراح بيعمل عمليه لازم يكون يعرف اول شيء يقيم صح، يفحص كويس، وبنفس الوقت لازم انه يقرا الام ار اي، ما يعتمد على الريبورتس. يعني هذا المريض وجدنا عنده بالام ار اي وبالفحص انه البايسبس فيموريس افلزد، البايسبس تندون افلزد من الفيبولار هيد،
فكان واضح بالفحص مش موجود, وبنفس الوقت بالMRI but was not mentioned in the MRI report. مشان هيك لازم الواحد يعتمد على الفحص السريري وهو يقرأ الMRI ما يعتمد على الريبورت. فنيجي هلا على ACL tear. It is common sports related injury. Maybe 50% of all knee injury ACL tear. It causes anterior and anterolateral or lateral rotatory instability, not only anterior translation. It is more, يعني it is at higher risk in female rather than male. وفي الفيميل بيصير عندهم طبعا, هذا لا يعني انه more common in female, بس الاثليتيك female athletes at more risk to have ACL injury. وهلا رح نحكي ليش. والمشاهد عندهم انه بيصير عندهم في الفيميل على landing side, بينما في الميل بيصير على kicking side. الان هاي الفاريشن بين الميل والفيميل إشي له علاقة أناتوميك, مثلاً النوتش عندهم أصغر, الانتركوندالر نوتش, الأسي الأصغر, اللي عندهم الجوينت لاكسيتي, وهذا جواب على السؤال إنه is it a risk for injury. نعم. البادي ماس إندكس, فعنا بيوميكانيكال the way they landing كي بيكون عندهم valgus extension أكثر. النيوروماسكولار بيكون عندهم الكواد is more dominant, وحكينا الكواد تعمل anterior translation للتيبيا, بالتالي في مور ستريس على الـ ACL. وكمان الفيميل بجوز انتم بتعرفوا اكثر مني, عندهم الكور ستابيليتي ويكر اقل من الميل, بالاضافه طبعا في عندنا شيء هرمونال وجينيتيك فاكتورز. الان الـ ACL tear associated injury is very common, واحنا يعني اي مريض بيكون عنده ACL بنبحث عن الـ associated injuries, لانه حتى بالـ MRI احيانا ميزد وما بتبين. فاحنا حتى بالسكوب لما بندخل بندور على هاي الانجريز تحديدا. الان it's more than 50% associated injury. البون كونتوجن typical, بكون اغلبهم عندهم مايكرو فراكتشر بون كونتوجن. اللاترال منسكال تير may be in 50% of cases. واسوشيتد ام سي ال بي سي ال او بوستيرولاترال كورنر كورنر تير. الام سي ال is more common حقيقه as combined ACL مع الام سي ال. الآن في الكرونيك تير, وليش هذا السؤال ليش نعالجه في الكرونيك تير, بيكون عندنا الريسك of chondral lesion associated chondral lesions أو complex irreparable medial meniscal tear, لأنه حكينا الميديال منسكس البوستيرور هون is a secondary stabilizer. في الـ ACL deficient knee بيكون more stress عليه, بالتالي بيكون at risk for tear. treatment للـ ACL يعني after the initial treatment, non-operative or operative. إحنا non-operative including the physical therapy with lifestyle modification, يعني في low demand patient. فما من أكيد هي not an option في اللاعبين, لأنه أكيد في عنا risk of re-injury, في عنا risk of medial meniscus at chondral lesions and in the future osteoarthrosis واحتكاك الركبة. ولهذا it's not an option in young patient. لكن احنا بيجونا بعض الاحيان مرضى يعني ميدل ايج اولدر لايف ستايل, عمله مكتبي يعني مش حاب يعمل عمليه فممكن. لكن مثلا حتى لو مريض عمره 65 سنه ومهندس مدني وبيطلع بالفيلد, فاكيد هذا بعمل له اي سي ال لانه في عنده ريسك اوف انجري. اوكي, سيرجيكال تريتمنت, تايمينج مهم, وهي مساله ثانيه. واحنا بيضغطوا علينا اللاعبين بيجي بده نعمل له عمليه بسرعه, احنا ما بنقبل. لازم swelling subsided, يخف السويلينج وترجع الموبيليتي للني, يلا نعمل العملية. الريبير من سنتين صرنا نعمل ريبير very selective cases, نعمل ريبير لما يكون type 1 فقط الـ ACL evolves من الأوريجين بينما مادته كويسة, وهدول very selective cases. لكن في أغلب الأحيان إحنا بنعمل إيش؟ reconstruction of the ligament, يعني ما بنخيط الرباط, بنزرع واحد مكانه. طبعا وفي عندنا graft options, ال PTP, الكوادريسيبس, الهامسترينج, ففي عندنا multiple graft options. الآن the most commonly used الهامسترينج, بناخد السيميتندينوسس تندن. This is a case of simple ACL reconstruction. بعد ما نحضر الجرافت بنمرقه, وهي الخيوط انا تعمدت احط هاي الصور, شايفين الجرافت ايش اللي بيمسكه؟ خيوط, وهي الحلقه على العظم. بعد ما حضرنا البون تانل هون وهون بنمرق الجرافت, هاي الجرافت, وبعدين بنمرقه من البوث تانلز. فاذا بتلاحظ هاي الجرافت انسايد ذا ني, لكن هو على التيبيال سايد وعلى الفيمورال سايد ممسوك ببوتونز وخيوط. ولهذا مهم احنا لما بنعمل ريهاب بعد العمليه
انه ما نعمل تنشن ايرلي تنشن على الفيكسيشن. اي هون من داخل غرفه العمليات اللي بتلاحظوا كيف بنزرع الرباط. طبعا هذا هو فور ستراند سيميتندونوسس اوتوغرافت من نفس المريض، نزرعه بالفيمورال سايد وبعدين نزرع شوي هون بالتيبيال سايد بعد ما نمرقه على الايد. يعني بنمد الخيط بنفس الوقت. هلا دخلنا الجرافت في التيبيال تانل وهاي البوتون بعدين بنعملها تنشنينج. الان اذا بنعرف هاي الفيكسيشن تكنيكس للاي سي ال بعتقد وقتها ممكن نتعامل بطريقه افضل مع الريهاب البروتوكول. الان نرجع للاعب، لاعبنا عنده طبعا this is complex injury زي ما حكينا. تلاحظوا قديش انستابل ان انتيريور ترانسليشن، ولاحظوا في اللاترال instability. إذا ما قررناها بالأذر سايد شوف قديش الفرق الديفرنس إذا ما قررنا الميديال مع الرايت مع الليفت سايد. الآن هون طبعا أكيد بنعمل له ريبير، وهي واحد الصورة من داخل العمليات. لاحظوا كيف كان الأفلزد البايسبس فيمورس اللاترال كولاترال، هاي الفيبولار هيد كله كان مفصول عن الفيبولار هيد. فهذا المرضى عملنا له إشي بنسميه augmented repair. شو يعني؟ خيطنا لكن هو كمان عنده فيروس، فعنده risk of failure. مشان هيك عملنا له augmented fixation using the graft from other leg اللي هو cementendonosus graft. So بعد هيك عملنا له scope وعملنا له ال ACL reconstruction. الآن في عنا إصابات تانية مع الـ MCL، وهنا يعني النقطة اللي بدي أطرحها الـ graft choice. يعني أنا متى بختار شو نوع الـ graft اللي بدي أختاره حسب الـ injury. فإحنا حكينا مثلاً إنه مثلاً هذا اللاعب إذا عنده MCL مع ACL which graft should I use؟ يعني هل أخذ cementendonosus graft من نفس الجهة ولا من الجهة الثانية، ولا أخذ quadriceps graft؟ مين بيعرف؟ في حدا عنده فكرة؟ دكتور رهف، رهف معنا دكتور؟ معك. هذا المريض هو لاعب، هو زميله للاعب اللي شفته عمليته قبل شوي. هذا المريض اجى عنده ACL مع MCL injury. فاحنا الان امامنا خيار، بدنا نعمل ACL reconstruction اكيد، واحتمال نعمل MCL reconstruction او repair او augmented repair whatever. فانت الجرافت اللي بدك تاخديه لل ACL شو بتتوقع؟ ناخده cementendonosus graft من نفس الجهه ولا من الجهه الثانيه؟ هذا سؤال مهم. وليش ممكن من الجهه الثانيه؟ نعم. ليش؟ عشان نعمل بالانس بين الجهتين. احنا حكينا عشان ما تضغط الهامس الجراتور. نعم ابو اسامه شو رايك دكتور؟ بس اجاوب. تفضلي. عشان ما اضع الهامسترينج من نفس الجهة وأنا عندي نعم. MCL و ACL. نعم. عشان ما أضعف الهامسترينج من نفس الجهة. أيوة قربتي، بس ليش ليش ما أخذ؟ لأنه إحنا شو حكينا؟ الـ MCL هو static. شو الديناميك ستابيلايزر إله؟ البس أنسيرينيوس اللي بسموها السيمبرونوس كومبلكس، يعني الفاسس ميدياليس، الميديا ريتيناكيلوم، السارتورياس، السيمتوندونوسوس، الجراسيليس، هدول الديناميك ستابيلايزر. فأنا لما بدي أعمل ريبير للـ MCL ما بدي ديناميك ستابيلايزر تحميه، مش حكينا كل ليجامنت بده إشي يحميه مصل؟ فمشان هيك في هاي الحالة ما باخد أنا الديناميك ستابيلايزر للليجامنت الإنجرد واروح اخذها للاي سي ال. واضح الفكره؟ فهذا المريض اخذنا له الاوتوغرافت من الجهه الثانيه عشان احافظ على الدايناميك ستابيلايزرز للميديال سايد اوف ذا ني. الان مشان هيك هذا عملنا له شيء بنسميه اي سي ال ريكونستراكشن مع ميديال منسكال ريبير، لكن عشان نحمي الريبير عملنا له اوجمنتيشن مع شيء بنسميه انترنال بريس. هاي طبعا حطينا بعد ما زرعنا الرباط حطينا هون خيوط، بسرعه بدناش اتاخر عليكم، وحطينا خيوط مرقناها وثبتناها في تو انكر. شوف كيف صار ثابت على الميديال سايد. الريفيجن اي سي ال ما راح نحكي عنها كثير، لكن بدي اروح على دور الاي ال ال ليجمنت ريكونستراكشن. هذا المريض اذا بتلاحظوا هون شوفوا البيفوت، البيفوت تيست على
هون بدي أوقف الفيديو. إذا بتلاحظوا هون البيفوت تيست significant، ملاحظين البيفوت تيست؟ This is rotationally unstable, rotatory instability. هذا الوضع عنده ACL، عنده significant injury. إحنا بنشوف في بعض الحالات عنده ACL بس البيفوت مش كثير بوزيتيف. وفي ناس عنده ACL بيفوت significant plus 3. هذا المرض عنده significant، هذا عامل عملية ACL سابقاً وفيلد. هذا لاعب كمان كرة قدم، هذا لما عملت له عملية لقينا عنده كمان root avulsion للبوستيرو root of the lateral meniscus. الآن في هاي الحالات الريفيجن دايماً إذا أنتوا إجاكم مريض وعنده ACL failure لازم نعرف what the cause of failure. في أغلب الأحيان إما missed other ligament injury، يعني مرض عنده MCL مش مشخص أو LCL مش مشخص، أو significant laxity للanterolateral capsule يعني الـ ALL ligament، مشان هيك أو mal alignment أو increased tibial stubs، أسباب كثيرة. لكن هدول الحالات الريفيجن إحنا بنعملهم إذا ما عنده other risk factors نعملهم إشي بنسميه ALL ligament reconstruction. إحنا لما شرحنا الأناتومي فرجينا اللاترال ligament is complex not only the LCL، كمان في عنا اللاترال الأنتيرولاترال ligament. فهنا لاحظوا كيف عملنا reconstruction of the ALL. So by the end of this presentation, what's the home message? Knee sports injury are common. Sideline management is challenging but be systematic عشان ما تقع في أخطاء. Proper diagnosis is important in treatment decision سواء كان on field initial management أو definite management. Knowing about the surgical technique بالنسبة لكم، يعني لو تعرفوا شوي عن surgical technique this promote good understanding of the rehabilitation protocols and so the precautions in these protocols and teamwork sharing knowledge احنا وياكم طبعا اكيد هذا راح يؤدي للبست ريزلتس. ثانك يو. شكرا دكتور اسعد. في عندنا كم من سؤال عشان نستغل الوقت على السريع. السؤال الاولاني شو اسمه المنسكس اوبريت او نوت تو اوبريت، امتى بتقرر انه تعمل سيرجري او ما تعمل سيرجري باختصار؟ هو حقيقه واضح هلا بالنسبه للمنسكس مين المريض. اذا المريض لاعب ويانج وعنده منسكال تير طبعا بنخيطه لانه هذول الانجريز غالبا اسوشيتد وذ اذر انجريز مثلا زي اي سي ال، اكيد نعمل اي سي ال مع منسكال ريبير. اذا كان displaced أكيد بده عملية، هذا بجوز أكدنا عليه. الآن اللي إحنا بنروح للنون-operative treatment هم المرضى اللي عندهم degenerative tear مش الترومتيك tear. يعني أغلب الترومتيك tear في اليونج أثليتس نعملهم operation إلا إذا كان undisplaced small tear and the patient respond well to conservative treatment. نفس الديجنريتيف تير اغلبهم بيجوا للعياده ما بعملهم عمليات، بستنى شهر وشهرين وثلاث وبنعملهم فيزيكال ثيرابي واحيانا بنعطيهم انجكشن. 80% of these patients respond well to conservative treatment، ما بيحتاجوا عمليات بالنسبه للديجنريتيف. اليونج لا، انا عندي lower threshold to operate لانه اذا عملنا early operation الريزلت بتكون احسن قبل ما يصير progression of the tear. اذا كان small راح يصير large. فهي عدة عوامل، type of tear vertical بعمل له عملية، horizontal oblique small لا حتى لو كان young ما بستعجل لموضوع عملية. فهي عدة عوامل منها عمر المريض والactivity level، type of tear is it في red zone ولا في white zone، وإذا في displacement ولا ما في. شكرا دكتور. السؤال اللي كمان بحكي لك how to identify the root meniscal tear. إحنا لأننا الفيزيوز عشان نقدر نحولكم إياهم بسرعة. أحكي لك يعني صدقني إذا بحكي لك إنه أنا قبل ما أفحص المريض بعرف إنه عنده root. أغلبهم بيكونوا middle age female. طبعاً ال young root ما يعني rare يجي لحاله rare. عادة بيجي مع MC مع ACL أو مع other injury. أغلب المرضى اللي عندهم root tear هم ال middle age woman. هدول أغلبهم حقيقة. female بس أكثرهم ال woman. بيكون عندهم early osteoarthrosis بيجيك عندها بين. احنا بنعرف انه الاوستيوارثروسيس الاحتكاك البين تبعه fluctuating up بيروح down بيروح بيرجع. هدول المرضى بصير عندهم chronic pain غالبا بتحكي لك حسيت ايش يعمل pop خلف الركبه، حصل طقه خلف الركبه، عندها pain effusion chronic او recurrent ما بتحسنوا الconservative treatment. فانا بعتقد اي مريض عنده pain على الميديال سايد الاحتكاك مش كثير و not responding للميديكال تريتمنت
ففكر في منسكال تير. واذا لاحظت انه بالام ار اي، مع الاسف كثير منهم ما بيشخصوا يعني ما بيقراوا او ما نوت ريبورتد، اذا لاحظت انه المنسكس اكسترودد طالع بجزء، انا فرجيتكم بالام ار اي كيف طالع، وقتها فكر في المنسكال روت افولجن. زائدا انه مكانه بالام ار اي مكانه بيكون فاضي، وايت سيجنال احنا بنسميها جوست ساين، جوست شبح، مكانه مثلث مفتوح بتلاقي مي، ما في منسكس، وين راح؟ هو انزح. فهاي الكرايتيريا كلينيكال كرايتيريا او الام ار اي كرايتيريا. شكرا دكتور. اخر سؤال من المكتوبين، ايش احسن جراف تشويس لك بالاي سي ال؟ احنا الان بتعرف هو كل شيء له يعني ريسك وبنفيت. مثلا البي تي بي كان زمان التست اوف تايم، بطلنا لانه في كروني حالات كرونيك بين، حالات تندون رابتشر، حالات باتيلر فراكتشر. فهلا التست اوف تايم الان هو الهامسترينج. الان الى حد قريب كانت تكنيكس انه ياخذوا الهامسترينج السيميتندونوسس والجراسيلس مع بعض، احنا هلا بناخذ فقط السيميتندونوسس وبيطلع حجمه اكبر من لو اخذنا اثنين، لانه الان التكنيكس اللي بنعمله بجوز فرجيتكم اللي هو بنسميه اول انسايد تكنيك، يعني الجرافت ما لازم يكون طويل، فلو كان قصير بكفي 6.5 سم الى 7، واحنا بنعمله فور ستراند يعني اربع طبقات. فالافضل الجرافت بالنسبه لنا اللي هو السيميتندونوسس اوتوجرافت. الان في حالات زي ما فرجيتكم لما يكون عندنا ام سي ال ما باخذ البس انسيري، ما باخذ السيميتندونوسس، لانه انا بدي اياه از دايناميك ستابلايزر. هاي اللي بدي اوصلها انه احنا ما بنتعامل مع الانجلي فقط، احنا بنتعامل مع اليونت الوحده كامله. فبهيك حالات اما باخذ الكوادريسبس تندون او باخذ السيميتندونوسس فروم ذا اذر سايد. ممتاز، شكرا دكتور. بس في تعليق على الالوجرافت، انا ما بستخدم الالوجرافت وبعتقد نتائجه مش كويسه في اللاعبين. الالوجرافت يعني نجيب من مصدر اخر من بنك الاعضاء، انا ما بستخدمه حقيقه، ما بفضل في الاثليتس لانه الريسك اوف فيلر عالي والريسك اوف انفكشن اعلى من الاوتوجراف. شكرا دكتور. شباب في عندنا كم من دقيقه، ما بنقدر لانه اوريدي صارت الساعه 4. في حدا عنده سؤال بليز اسالونا. اسال تفضل. هلا لما ناخذ جراف من الهامسترينج مثلا، مش هلا انا بدي اصير اعمل تاهيل للهامسترينج رح تتاثر انا اذا اخذت منها؟ بتعملوا تاهيل بس هو ما بتاثر الفانكشن كثير، يعني بمعنى اخر ما بياثر على الفانكشن كثير، وبنفس الوقت ما بياثر على البرفورمانس، فعادي بيعمل تاهيل ما في مشكله. بعدين احنا هاي الفكره لما اخذنا بس تندون مصل، يعني ما اخذنا السيميتندونوسس والجراسيلس، اخذنا بس واحده، بقل الايفكت، لا شك انه بقل الايفكت. بعرف ابو اسامه شو رايك بالنسبه للريهاب للهامسترينج جرافت، مين احسن لك، اخذ من الكوادريسبس ولا اخذ من الهامسترينج ولا اخذ من الباتيلا تندون؟ لا بالعكس دكتور، انا اول شيء بوافق معك انه البون تو بون اللي كانوا ياخذوا من الكوادريسبس احد اسباب الابتعاد عنها عند الرياضيين كان كثره المشاكل اللي بتصير على الدونر سايت. محل ما اخذت الجزء الصغير اللي كانوا ياخذوه من الباتيلا هذا كان يصير فيه كالسيفيكيشن، وخصوصا اذا كنا بنحكي عن العاب اللي فيها الجامبينج ميكانيزم كله بتاثر، يعني الهاند بولرز الباسكت بولرز هذول كلهم كانوا تأثروا. هذه كانت أحد الأسباب اللي خلت الجراحين يروحوا على السيميتي. السيميتي عمليا بعد ما تأخذ التندن هو بيلحم أوكي خلال فترة بسيطة أوكي، وبإمكانك تعمل له التقوية اللي بدك إياها. فبالتأكيد إنه السيميتي جرافت تأهيلها كثير سهل أوكي، وما غلبك كثير مع وجود البايسبس فيموريس والسيمبرنوسس الثنتين بيساعدوا بالنيفليكشن، وخاصة إذا أخذنا وان تندون يعني خلينا لك الجراسيلس كمان هذا بيساعد أكثر. صحيح صحيح 100% سيدي. دكتور بصير أسأل سؤال سريع؟ أكيد. دكتور بالنسبة للمنسكس إذا بدنا نعمل سيرجري لإلها، ما بدنا بس نضبط اذا كان شيء بسيط، اذا بدي اشيل كميه كبيره منها اذا كانت ممزوعه مثلا بشكل كبير، هل بالمستقبل بتكون ريسك انجري، ريسك اوف انجري للاحتكاك او خشونه الركبه؟ سؤال جدا مهم. واذا لاحظتي انا تعمدت اعرض ثلاث حالات، حاله ريبير، حاله ريسكشن، وحاله ريسكشن اند ريبير عند نفس المريض. احنا دائما
بنحاول to preserve the meniscus. هلا مش دائما متاح، يعني بيكون degenerated، complex tear result of repair فيهم مش كويس، لكن طول ما انه عندي إمكانية أخيط الغضروف بفضل، حتى لو شيل جزء أخيط جزء. هذا صار day practice انه في حالات بده resection، لما بدخل بلاقي انه البيد كويس بخيطه، طبعا بعد ما أكون أنا already محاكي للمريض السيناريوهات قبل العملية. الآن إذا شلت الغضروف هو مش الريسك of re-injury، هو بالعكس بيرجعوا بسرعة والريكفري أسرع، هو الريسك of chronic pain خاصة عندهم مال alignment. وأنا كثير مهتم في عمليات الأستيوتومي وعمليات يعني علاج احتكاك الركبة عند الشباب في عمليات re-alignment أستيوتومي. هلا لما يكون عنده فيروس معناته الميكانيكال اكسس لودينج على الميديال سايد، فانا اذا شلت جزء كبير من هذا الغضروف اللي هو شوك ابسوربر بيمتص الصدمات، يعني بتحكي عن 50 to 60% اوف لود على الكارتليج، معناته المريض عرضه يكون عنده كرونيك بين، عرضه يصير عنده كوندرال ليجنز في المستقبل، وعرضه يصير عنده احتكاك في المستقبل القريب. مشان هيك خاصه اذا الفانكشنال ديماند عالي، مشان هيك احنا بنحاول تو بريزيرف ذا منسكس. وهي مشكلتنا مع اللاعبين، يعني أنا بتذكر في لاعب إجا عندي كان عنده منسكس يعني رائع للريبير، بده ريبير وهو ما بده، كان عامل عقد برا وبده بسرعة يرجع. أنا ما قبلت أعمل له ريسكشن، حكيت له I'll never do it، فراح جراح تاني وعمل له، وأنا وصلوا لي اللاعبين إنه ضلوا يعاني وسي عنده effusion ويعمل يسحبوله ويعطي ستيرويد chronic pain after meniscectomy. ولهذا إذا كان المنسكس كبير torn part كبير ومادته كويسة طبعا نخيطه، حتى لو إنه المريض بده يتأخر اللاعب عن اللعب، بده long time for rehab، في risk of re-rupture re-tear وارد، لكن أكيد لما بنحكي على function of the knee أكيد إني أحافظ على المنسكس أحسن. دكتور سيب سؤال بس. طبعا أعطيك العافية دكتور. مشكلة الالتصاقات اللي بتصير على مفصل الركبة بعد عملية الـ ACL، هل خيار مثلا الطبيب مثلا اذا مثلا اعطاه 6 اسابيع واللاعب لساته ما بيجيب اكثر مثلا من 110 فليكشن بالني، والاندرينج والاكستنشن لسه في مشكله مثلا باخر 10 درجات، هل المانيبيوليشن اندر انستيزيا بيكون يعني خيار جيد للاعب على المدى البعيد؟ اول شيء لا اخفى عليك السيناريو رير ان ماي براكتس، بعرفش اذا عندكم، انا ما عمره صار معي هيك انه مريض على 6 ويكس ما يحصل فليكشن اكثر من 90 to 100 ديجري، انه يكون عنده اكستنشن لوس، في شيء خطا معناته. هذا اللي كنا نحكيه، انه لما تشوف انت انه ما في فول اكستنشن مهم نعرف اذا الجراح عمل تنشنينج للجرافت، تنشنينج للجرافت على 30 ديجري معناته احتمال انه الانتري بوينت مش اناتوميك، هي ويل نيفر بي ايبل تو هاف فول اكستنشن. فانه يصير loss of range of motion without a technical errors انا بعتقد rare. المساله الاخرى انه التايمينج اوف سيرجري، يعني الاي سي ال متى عمل العمليه، وهذا اللي احنا بنرفض نعمل للاعبين بسرعه، لانه اذا عمل العمليه لسه هيم ارثروسيس والركبه سويلينج فيها بين، فاذا عمل السيرجن عمليه وقتها بيكون المريض عرضه للارثروفايبروسيس. الارثروفايبروسيس اللي هو تليف المفصل اللي انت ذكرته، arthrofibrosis. اما اذا استنى very rare انه يصير، وخاصه انه احنا بنسمح early range of motion للمريض بعد الاي سي ال، انا من ثاني يوم بسمح له 92. هو دكتور خلي التصاقات اذا انت بسمح له early motion. هو دكتور عمل العمليه تقريبا قبل يمكن سنه، ورد عمل قبل تقريبا شهر عملية إزالة التصاقات، وفتح الطبيب الفول فليكشن إكستنشن بالعملية، بس رجع بعد العملية بأسبوع خسر كل اللي صار بالعملية. إحنا شو خلنا أحكي لك، this is unlikely. وإحنا أنا لا أخفي عليك لما بنعمل مثلا frozen shoulder، لما بنعمل release arthroscopic capsular release، أنا بصور range of motion قبل وبعد فيديو على الموبايل وبعطيه للمريض. تعرف ليش؟ نفسياً أقول له هاي range of motion يلا حافظ عليها. فإذا الجراح حافظ يعني حصل full flexion full extension please let him document that. ليش؟ هذا أول شيء بشجع المريض وبعطيه يعني حافز نفسي إنه أنا حصلت هاي الحركة ممكن إني أجيبها لاحقاً، ومنها document إنه فعلاً أنا بحاول لما بحاول بالعلاج الطبيعي راح حصل هاي degree of range of motion. لأنه إحنا في عندنا قاعدة بالجراحة بتحكي الحركة اللي بحصلها جوا العمليات هي الحركة اللي بده يجيب لي إياها المعالج الطبيعي.
يعني إذا أنا بالعمليات مثلا الركبة معي أكثر من 90 لا يمكن المعالج يجيب لي أكثر من 90. No way. واضح الفكرة؟ تمام دكتور، يعطيك العافية. الله. إحنا عدينا الوقت. حكيم أنا عندي سؤال لو سمحت. Please go ahead. اسأل يلا. آخر إشي. الدكتور بتفضل لو بناخذ لسواء للACL أو للBCL أو أي other ligaments من الother side؟ متى بيكون خيار أفضل إنه إحنا ناخذ من الother side مش من نفس الساق؟ رغد حكيناها إحنا، لما يكون عندي مثلاً MCL injury باخذ من الother side، أو لما يكون عندي multi ligament. أنا عملتها أكثر من مرة، لما يكون عندي multi ligament وبدي أعمل له multi ligament reconstruction دائماً بجهز الرجل الثاني وباخذ منه. فهدول الانديكيشن باخذ من الاذر سايد لما يكون عندي سيم سايد في عندي ام سي ال انجري، او يكون مريض عامل عمليه اصلا وماخذينهم فما ما بقدر اخذ، او انه شو اسمه مالتي ليجمنت ريكونستراكشن. شكرا شكرا دكتور اسعد. طيب نحن مضطرين نوقف لانه تعدينا الوقت. نشكر كثير الدكتور اسعد، ويعني ما بتدخل تخيل قديش فدتنا وبمعلوماتك ووجودك، واظن المحاضره هاي انا متاكد انه راح تغير بالطريقه اللي الشباب كلياتكم بتعالجوا فيها وبتشوفوا مرضاكم وبتطلعوا عليها، لانه هسه صرتوا تعرفوا ايش بيصير من داخل الركبه ومن جوا العمليه. كل هذا راح يغير بالطريقه اللي بتفكروا فيها وبتساعدوا فيها مرضاكم. دكتور اسعد من فضلك راح نطلب منك المحاضره عشان نقدر نشاركها بالإيميل على إيميلات الشباب. وهل في عندك مشكلة دكتور لو الشباب وصلوا لك بأسئلة أو كنت أبداً أبداً أبداً. وهذه أنا يعني نسيت أعمل ريكورد عندي، فياريت إذا مسجل عندكم لاحقاً أخذها. يعني أنا عملت ريكورد في نص المحاضرة انشغلنا ونسينا. دكتور زيد أنت عامل عندك ريكورد صح؟ أول شيء بيشرفني باسم كل الحاضرين أشكر للدكتور أسعد، تسلم سيدي كما عهدناك. الله يبارك فيك. شكر ثاني للشباب لحضورهم والتزامهم، ما كانش عندنا دوشه كثير اعتقد. والعدد رائع، انا مبسوط عندنا وصل 67 يعني لاخر الوقت يعني ملتزمين. هذا شيء مشجع. الحضور جيد وكنا ملتزمين، ما يعني ما كانش في دوشات اطفال وما اطفال والسواليف اللي بنشوفها عاده في بعض المحاضرات. المحاضره مسجله عندي، عاده حجمها بيكون كبير. خلونا نشوف طريقه، يعني أنا ببعثها لهادي وهادي مش على طريقة اللي يوصلها للجميع بما في ذلك الدكتور أسعد، بس عندي تسجيل المحاضرة من أول ما بلشنا. شباب شكرا لكم كمان جميعا، واحد واحد أوكي. وسعيد بشوفة الوجوه اللي صرنا زمان ما شفناها مع الكوفيد، وأتمنى أنه ربنا يرفع البلاء عن الجميع. آمين. ونقدر نلتقي بالطريقة اللي تعودنا عليها. يعطيكم العافية. الله الله. وأنا بنتظر أبو أسامة إنه تعزموني أنا على محاضراتكم. طبعاً. إحنا كمان لو في عليك إحنا بنستفيد يعني كمان من معلوماتكم والشيرينج للنولج، لأنه يعني إحنا بعتقد مكملين لبعض. عادة إحنا ما بنطلب فيدباك، بس دكتور أنت كنت معنا في البدايات وما بعرف كيف جو المحاضرة اليوم قياسا للسابقات، معلش بدك تسمح لي بهذا السؤال. تفضل. إنه أنت كنت معنا في البدايات وكنت تشوف كيف كانت الأجواء عند المعالجين، كيف جو اليوم قياسا للسابق؟ هل في تغيير ولا؟ الله يعافيك، أنا ما ليش خاطر تنتهي المحاضرة. الله يسلمك يا رب.